خسارة جدا قاسية وجدا كبيرة. وكرة القدم فيها الفوز فيها خسارة شيء عادي يعني، لكن اليوم ما شفنا ردة فعل من اللاعبين في الملعب، ما شفنا ردة فعل من المدرب نفسه، مدرب نادي تحيل السيد كريسبو في المباراة. هو قال إن عندنا إرهاق، ايش يقول نادي الهلال السعودي اللي مشارك في كأس العالم الأندية ودوري السعودي وما شابه ذلك؟ هذا مش عذر طبعا، المفروض انك ان يفترض من مدرب نادي تحيل انه قد عندي يكون ردة فعل، بالذات عقب الجول الثالث شفت عندك انهيار تام في منظومتك الدفاعية والفريق بكبره، لازم يكون في عملية تبديل في هذه اللحظة. بعدين قبل المباراة الكابتن كريسبو يقول عن موضوع إدميلسون، طيب وين الفريق الطبي اللي مثل ما قال مايد مساعة، وين الفريق الطبي اللي هو يعمل اختبار للاعب في الفترة الصباحية يخليه يركض 20 دقيقة قبل ما يحطه في التشكيل الأساسي ونخسر اسم في القائمة بدخول لاعبين الأجانب؟ اوكي تحيل عنده اصابات، عنده يعاني، ما نقول لا احنا، لكن بعد كلاعيبه لازم في ارض الملعب يكونون شوي حاضرين ذهنيا. مش معقوله فريق في حجم تحيل وتلعبون لفريق كبير اليوم ها يدخل عليك جول بالدقائق الاولى ينهار الفريق وتنهار المنظومه، ثم الجول الثاني ثم الهدف الثالث، حتى في اكثر من لقطه للمدرب يحطون عليه اللقطه هو بنفسه مش عارف ايش يقول او مش عارف يتصرف او رده فعله لا توحي انه هناك رده فعل حقيقه. وبعدين موضوع اللاعب الأرجنتيني فرنانديز المدافع، الآن كريسبو يقول سيد كريسبو مدرب تحيل يقول 6 شهور ما لعب، من يتحمل مسؤوليته؟ من يتحمل مسؤولية اختياره؟ طيب اسمح لي يا كابتن كريسبو، ليش وافقت عليه أو ليش جبته أو ليش اقترحته أو ليش أنت قلت أنا بهذا اللاعب عندي يكون في نادي تحيل؟